أشهر ممثلة كوميدية عراقية انولدت سنة 1956 بالناصرية، ودخلت الأكاديمية الخاصة بالفنون الجميلة بال 74. اكتشفها لأول مرة المخرج فلاح زكي بال 77. انعرفت ببرنامج استراحة الظهيرة بتمثيلها بفقرة يعجبني وما يعجبني ويا الفنان محمد حسين عبد الرحيم. أشهر دور إلها كان شخصية باسم جرادة. عرفتوها لو لا؟ طبعا سره تقول هي يمكن حزرتها، بس احنا حتى نتاكد اكثر اقراها اذا ممكن الاوراق اقراها حتى اتاكد حتى نرجع نعيد ونتذكر ونجمع المعلومات. وهاي وحده ليش يلا. اشهر ممثله كوميديه عراقيه ولدت سنه 1956 بالناصريه، ودخلت لاكاديميه الفنون الجميله بال 74. اكتشفها لاول مره المخرج فلاح زكي بال 77. عرفت ببرنامج استراحه الظهيره بتمثيلها بفقره يعجبني وما يعجبني مع الفنان محمد حسين عبد الرحيم. اشهر دور لها كان شخصيه باسم جراد. اقول عرفتها. يلا قولي. يلا امل طه. صح شوي شاكه حرير. صحيح صح اتوقع. صح صح. عافيه عافيه عاشت ايدك. وتحياتنا اكيد للفنانه امل طه. مو اني مره رسمتها، اني مره رسمت شخصيه جراده. كان عندي تعاون ويا براند عراقي، فكنا حابين نحي التراث، فاني حبيت بانه ارسمها، واحب ابغى اصلا البرامج العراقيه يعني القديمه والمسلسلات القديمه كلش احب اشوفها. وبقي اللوحه يمج؟ لا اخذوها. أخذوها. اي طبعا اعتقد انه الفنانه توفت هي الفنانه. نعم. الله يرحمها. قبل يرحمها. فتره الله يرحمها. كان لها تاريخ طويل. أنا يعني متاكده همينة من من الموضوع. لا يعني وتاريخها الطويل. نعم.